عباقرة الأصحاب الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. فايترز متقدمين بـ40 نقطة، سفراء 20. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة 4 أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول 2 شيرين وأسماء، أسماء وشيرين. وسؤال في المعلومات العامة. معلومات عامة، والسؤال هو: تم منح نيشان إسماعيل لأول مرة في عهد أحد حكام الأسرة العلوية، فمن هو؟ حديو إسماعيل. إجابة خاطئة. كان بيتم منحه للأجانب والمصريين اللي بيقدموا خدمات استثنائية لمصر. في إجابة يا أسماء؟ تدوس على البازر. الخديوي توفيق. الخديوي توفيق. إجابة خاطئة. تم منحه أول مرة من السلطان حسين كامل، وأبرز من حصل على هذا النيشان أيزنهاور. تفضلوا. السؤال الثاني: إسلام وعبد الرحمن، عبد الرحمن وإسلام. وسؤال في الرياضة يا موجة. أيوة فاكرة؟ أو كانوا بيدبسوك في سؤال الرياضة مش أنا بحبها. عايز أقولك حاجة، لو أنت طلعت في السؤال ده كنت هتجاوبي وإسلام هيجاوب. هتشوف إن شاء الله. رياضة، والسؤال هو: من هو الحكم المغربي الذي أدار المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 1998؟ البطولة دي كانت في بوركينا فاسو. مصر كسبت جنوب إفريقيا 2-0. أحمد حسن وطارق مصطفى. إجابتك؟ بالقولة. الاسم الأولاني سعيد بالقولة. تفرق. سعيد بالقولة. طبعاً إجابة صحيحة. العرب الوحيد اللي أدار نهائي كأس العالم اللي كان بين البرازيل وفرنسا، وطبعاً فرنسا كسبت 3-0. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي لشركة فري بيك؟ أسسها 3 أشخاص من الدولة دي سنة 2010. موقع بحث وإنتاج صور فوتوغرافية للمصممين، 40 مليون زيارة كل شهر، وأكتر من 50 مليون داونلود كل شهر. إحنا بنسأل الأسئلة دي ليه؟ علشان الناس تاخد منا المعلومة وتستفيد منها، تروح على فري بيك تشوف إيه اللي بيحصل هناك. إجابتك؟ بريطانيا. بريطانيا، للأسف الشديد إجابة خاطئة. مش بريطانيا. هتروح فين؟ سويسرا. سويسرا، إجابة خاطئة. في إسبانيا. هادلك. السؤال الأخير، عبد العزيز وهبة، هبة وعبد العزيز، محتاجين الـ10 نقط الجايين دول. تحقيق. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 252 على 4 زائد 6 في 9 يساوي كام؟ فات 5 ثواني. 97. مستعجل ليه؟ ده فات 6 ثواني، ما تستعجلش قوي كده. إجابة خاطئة. يا ترى عندك إجابة يا هبة؟ 117. صح. إجابة صحيحة. برافو عليك يا هبة. 10 نقط من السفراء. سفراء 30، فايترز 50. بتحاولوا ترجعوا في المباراة. إن شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون.
فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. طبعاً كلكم بتشاركوا لأول مرة ما عدا مهجة وعبد الرحمن. محدش هيستنى حد يا شيرين. إيديكي على البزر. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنانة راحلة قامت بدور توحيدة في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، فمن هي؟ مجد الخطيب. مهجة، إجابة صحيحة. بطولة عزت العليلي، تحية كاريوكا، شكري سرحان، ومديحة كامل. نتيجة 60 فايترز، 30 سفراء. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هي الفنانة التي غنت تتر البداية لمسلسل أولاد الشوارع؟ أمل ماهر. إجابة صحيحة. برافو عليك. كلمات خميس عز العرب وألحان ياسر عبد الرحمن. المسلسل ده مهم جدا لأن هو بيناقش قضية أولاد الشوارع، والتتر طبعا صوت أمل ماهر، صوت عظيم كلنا بنحبه. نتيجة اتغيرت: 40 سفراء، 60 فايترز. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة عربية يوجد منزل لورنس العرب على مهلكه؟ كان منزل الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس أيام حرب بريطانيا ضد الدولة العثمانية. عبد الرحمن محمود، إجابتك. العراق. مش العراق، مش العراق. إجابة خاطئة. ما عنديش حاجة أخسرها ومحدش عنده إجابة، فمن حقي إن أنا أخمن. سوريا؟ للأسف الشديد، إجابة خاطئة. السعودية. طيب. أيوة بالظبط يا محمود يا يسري، ده مزار سياحي مهم في ينبع في السعودية. خسارة، الواحد بيزعل على الأسئلة اللي بيبقى ليها إجابات وبتطير. آخر سؤال في الفقرة، السؤال اللي جاي سؤال سهل وعايز بس هدوء كام ثانية مش أكتر. سرعة البديهة، والسؤال هو: طبقاً للأبجدية الإنجليزية، كم عدد العواصم الأسيوية التي تبدأ بالحرف في؟ عشر ثواني. إسلام. مفيش. لا، في. إسلام جابر، إجابة خاطئة. إسلام دور ملقاش. جرب يا أسماء. واحدة. مين هيجاوب؟ أسماء. تخمينة. سبعة. أنا عايز أعرف، أنتوا فريق مع بعض؟ أيوة. بعيدة خالص. المفروض تتناقشوا مع بعض. وعبد الرحمن عمال يقول لكم قولوا واحدة. أيوة. قولوا واحدة. قولوا واحدة. طب ما تقولوا واحدة. معايا. أسماء مجدي، إجابة خاطئة. هي واحدة بس. هي ايه بقى؟ فينتيان، عاصمة لاوس. النتيجة في نهاية الفقرة: 60 فايترز، 40 سفراء. مش هنزعل على الأسئلة الصعبة، هنزعل على الأسئلة السهلة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.